ماري ماجال أهم شاهدة في القضية بعد وفاته بشهر، وهي بتحاول تعدي الطريق بتدهسها عربية مجهولة ولم يعثر عليها حتى الآن، وقيدت الجريمة ضد مجهول. من أقوال المقصورة: مصاب متوقع أو قرب محقق. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. النهارده معدنا مع فيديو جديد هنتكلم فيه عن العالم المصري الجليل دكتور يحيى المشد. ولد في مصر في مدينة بنها 1932، تعلم في مدارس مدينة طنطا وتخرج في قسم الكهرباء بكلية الهندسة جامعة الأسكندرية 1952 مع انبعاث المادة العربي 1952. تم اختياره لبعثة الدكتوراه إلى لندن 1956، لكن العدوان الثلاثي على مصر حولها إلى موسكو. تزوج وسافر وقضى في موسكو 6 سنوات. عاد بعدها الدكتور يحيى المشد 1963 متخصصا في هندسة المفاعلات النووية. عند عودته إلى مصر انضم إلى هيئة الطاقة النووية المصرية بعمل أبحاث، ثم انتقل إلى النرويج بين عامي 1966 و1964. بيرجع بعدها أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة الأسكندرية، ويدوب تمت ترقيته إلى أستاذ قام بالإشراف على الكثير من الرسائل الجامعية ونشر أكثر من 50 بحث. بعد حرب يونيو 1967 تم تجميد البرنامج النووي المصري، نتج عن ده إيقاف الأبحاث في المجال النووي لمصر، وأصبح الوضع صعب جدا وخصوصا بعد حرب 1973، لأن تم تحويل الطاقات المصرية لاتجاهات أخرى، وده الأمر اللي مساعدوش على الإبداع. دكتور يحيى المشد عالم الذرة المصري وأستاذ جامعي، هيسيب مصر وهيختار دولة عربية يكمل فيها أبحاثه، مش هيختار السعودية ولا الكويت، ولكن هيختار العراق لأن فيها مفاعل ذري، والإمكانيات المادية في العراق هتساعده يبدع في أبحاثه في المجال النووي. البداية في العراق، وده في الوقت وبالتحديد في مطلع 1975، كان صدام حسين نائب الرئيس العراقي وقتها يمتلك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة، فوقع في يوم 18/11/1975 اتفاقا مع فرنسا للتعاون النووي. من هنا جه عمل الدكتور يحيى المشد العالم المصري، واللي يعد من القلائل البارزين في مجال المشروعات النووية وقتها، ووافق المشد على العرض العراقي لتوافر الإمكانيات والأجهزة العلمية زي ما قلت لك قبل كده، والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي. يحيى المشد اللي اشتغل في العراق رفض بعض شحنات اليورانيوم الفرنسية لمخالفتها المواصفات. أصرت فرنسا بعدها على حضوره شخصيا إلى فرنسا لتنسيق استلام اليورانيوم. يحيى المشد اللي عمره ما اتكلم عن نفسه قبل ما يسافر إلى فرنسا بيقول لمراته زنوبة أو زيزي: أنا يا زيزي مش أي حد، لازم أقول للعالم ده كله أنا مش أي حد. بدأ التفكير في التخلص من يحيى المشد، وبتعترف إسرائيل والولايات المتحدة رسميا باغتيال العالم المصري يحيى المشد من خلال فيلم تسجيلي مدته 45 دقيقة عرضته قناة ديسكفري الوثائقية الأمريكية تحت عنوان غارة على المفاعل. تم تصوير الفيلم بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، اعتبروا مقتل دكتور يحيى المشد خطوة تأمينية ضرورية لضمان القضاء الكامل على المشروع النووي العراقي. يوم الجمعة 13/6/1980 وفي حجرته رقم 941 بفندق المرديان بباريس، عثر على الدكتور يحيى المشد جثة هامدة مهشم الرأس ودماءه تغطي سجادة الحجرة التي اغتالته المخابرات الموساد الإسرائيلية، وأغلق التحقيق الذي قامت به الشرطة الفرنسية على أن القاتل مجهول. التحقيقات الرسمية لم تستطيع أن تعلن الحقيقة التي يعرفها كل العالم العربي، وهي أن الموساد وراء اغتيال المشد. تتعدد الروايات حول أسباب الوفاة، كان من أبرزها أنها تمت عن طريق فتاة ليل فرنسية، لكن بالطبع هذا افتراء الغرض منه إبعاد الشبهات عن الفاعل الحقيقي. اللي بيأكده ما قالته تلك المرأة وكانت الشاهدة الوحيدة، فقد أكدت أنها كانت تريد قضاء ليلة معه ولكنه رفض رفضا تاما لمجرد التحدث معها، ولكنها ظلت تقف أمام غرفته لعله يغير رأيه، حتى سمعت بضجة بالغرفة، لذلك تم اغتيال هذه المرأة. وكذبت زوجته هذا الادعاء ودافعت عنه بشدة مؤكدة أنه كان رجل محترم. قيل أيضا أن شخصا دخل غرفته وانتظره حتى يحضر ثم قتله فضربه على الرأس. قال الصحفيون اليهود إن الموساد لا يستخدم مثل هذه الأساليب في القتل، لكن اللي بيؤكد إن الموساد هو اللي ارتكب هذه الجريمة إن المفاعل النووي العراقي تم تدميره بعد شهور قليلة من اغتيال دكتور المشد.
إلى أن اعترفت إسرائيل وأمريكا رسمياً خلال فيلم وثائقي اللي احنا قلنا عليه في أول الفيديو إن الموساد كان عايز يوصل رسالة، إن في استطاعة الموساد فعل أي شيء وفعلاً قد فعلوها، وإن الموساد اكتشف إن فرنسا على وشك شحن قلب المفاعل إلى بغداد حيث قامت بوضعه في مخزن حربي بإحدى المدن الفرنسية. وضع الموساد عبوتين ناسفتين لتدميره، ولكنهم رأوا أن العراقيين يمكنهم إعادة إصلاح المفاعل خلال 6 أشهر، عشان كده قرروا التخلص من دكتور يحيى المشد أولا ثم ضرب المفاعل النووي العراقي. كما جاء في الفيلم الوثائقي إن الموساد استطاع اختراق مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية واستطاع تحديد شخصية عالم مصري هو دكتور يحيى المشد الذي يعمل لصالح صدام حسين في باريس، وعرضت عليه المخابرات الإسرائيلية الجنس والمال والسلطة مقابل تبادل معلومات حول المفاعل، لكنه رفض فقرر الموساد القضاء عليه. صدام حسين قرارا جمهوريا بصرف راتب تقاعدي لأسرة المشد قدره $1000 أمريكي شهريا، استمر صرفه حتى ملحمة أم المعارك بسبب قرار مجلس الأمن الدولي بمنع تحويل الأموال العراقية للخارج. غريب أنه بعد رجوع أسرة المشد من العراق قاموا بعمل جنازة للراحل ولم يحضرها أحد من المسؤولين أو زملائه بكلية الهندسة إلا قلة معدودة، حيث أن العلاقات المصرية العراقية وقتها لم تكن على ما يرام. أصبحت أسرة المشد القادمة من العراق لا تعرف ماذا تفعل بعد رحيله، ولا المعاش الذي صرف بناء على أوامر من صدام حسين مدى الحياة رغم أنه توقف بعد حرب الخليج. كان بمعاش قليل من الشؤون الاجتماعية. مازال لغز مقتل عالم الهندسة النووية الأشهر عربيا وعالميا لغزا محيرا، رغم أن كل الدلائل بتشير إلى تورط أجهزة الموساد. فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم، هستنى تعليقاتكم، ودايما وأبدا دمتم بخير.